طيب عمرو وردة. وردة بقعد اقول له انا عايز اعرف انت بتلعب ازاي في اليونان، انا قاعد اقول له كده انت ازاي بتقعد تلعب في اليونان مش عارف، والوقتي راح باوك. ايوه بس هو فاجئ الناس في البطوله دي. هو جميل. لا بقول لك ايه، بشعره ده والبتاع ده، اقول له عمرو يقول لي هو مال هو كابتن شعره يا كابتن، حلو قوي يا كابتن، حلو قوي يا كابتن. هو كله بس هو كان عارف حاضر في الملعب في اي لحظه بتشوف عمرو. لو اي لحظه الراجل بينزله بتلاقيه موجود، وتلاقيه قد المسؤوليه وشخصيه جميله. وزي ما قلت لك انت ممكن تلاقيه بعد السنه الجايه بعد باوك ممكن تلاقيه في نادي من الانديه اللي في اوروبا كويسه.